شارك وفد المملكة في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بوفد رفيع المستوى يترأسه محافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد بن سعود التميمي، الذي أوضح في كلمته أمام المؤتمر أن المملكة وضعت خارطة طريق للريادة في المجال الرقمي، وبين معاليه حرص المملكة على تطوير المعايير الدولية لمواكبة التطورات المتسارعة لقطاع الاتصالات. إن المملكة العربية السعودية منذ أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949 ميلادي، وفي مجلسه الموقر في عام 1965، وهي تسفر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة، وأؤكد أن بلادي عازمة على مواصلة جهودها لمساندة الاتحاد واستمرار مواكبته المستجدات المتغيرات، وذلك من خلال ترشحها لترأس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات تيساك، وكذلك إعادة ترشيحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية لجنة لوائح الراديو أثناء انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين القادم المقرر عقده في بوخارست برومانيا. كما وقعت الهيئة السعودية للاتصالات على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع الجهاز القومي المصري للاتصالات بهدف توظيف الإمكانيات المتاحة لدعم التعاون الفني والتقني بين البلدين. وفي إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، حققت المملكة إنجازات في الاتصالات، حيث صنفت الأولى على مجموعة 20 في مجال التنافسية الرقمية، كما صنفت الرياض من أفضل المدن عالميا في مجال تقنية الجيل الخامس. أصبحت المملكة الأولى في الريادة الحكومية في قطاع الاتصالات حسب الجمعية الدولية لشبكة الهاتف المحمول GSMA، كما حققت المركز الأول بين دول مجموعة 20 في تقرير التنافسية الرقمية، وحلت ثانياً بين دول مجموعة 20 في تخصيص الطيف الترددي، وفي المرتبة السادسة بين دول مجموعة 20 في مؤشر النضج التنظيمي، وضمن أعلى 10 دول في متوسط سرعة الإنترنت المتنقل واستخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IP Version 6. كما تحتل مدينة الرياض المرتبة الأولى بين عواصم العالم في سرعة الجيل الخامس. يشار إلى أن المؤتمر الدوري للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات تنعقد كل 4 سنوات، وتترأس المملكة المجموعة العربية لتقييس الاتصالات، كما تسهم المملكة في تعزيز التعاون الدولي ومواكبة تطورات مستقبل قطاع الاتصالات. مشاركة المملكة في فعاليات ونشاطات الأمم المتحدة يؤكد جليا على مكانة المملكة في المجتمع الدولي. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف.